السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. Bonjour tout le monde. Sur ma première vidéo, en fait, la vidéo تاعي الأولى ماشي الأولى يعني الأولى اللي نهضر فيها معكم هكذايا عندي لكم يعني أوديو في لا فيديو. هذا سيت أن بوتي روتين يعني تشوفوا برك يعني يوم من الأيام اللي نقضيهم أنايا في الأسبوع ديالي. هذه لا روتين تاعي كيفاش في خدمتي ولا في داري يعني. دونك اليوم بديت لكم بهاد لا روتين يعني يومياتي كيفاش في الخدمة تاعي، كي نشرب القهوة تاعي مع من نشربها وشنو هي الحاجة اللي نحب نشربها مع القهوة. كيما راكم تشوفوا هاد لي مادلان لا مارك دولسي سول سي لا ميور بور موا، ماشي باش ندير لهم بوبليسيتي مي جو تروف كو سي لا ميور. القهوة ديالي شبك من باسي، نحب القهوة القهوة أعشق القهوة، ولا أستطيع أن يعني أن يمر علي يوم دون أن أشرب القهوة. كي يقولوا القهوة لازم يكون معها الماء، بالك تشربوا قهوة سورتو قهوة كحلا وما تشربوش معها الماء، سينو تحكمكم الاستوما والحريق ويتوساو تمرضوا. هادي سيت اون مارك اللي تعرفت يعني في ايام الكوفيد، ايام سوداء جوزناها في 3 سنين ولا 4 سنين تاع كوفيد. هادو يعني من بين لي زابيتود اللي والفنا نديروهم، انتي باكتيري هدايا الفشفاشة هادي مليحة. يعني انسان يخدم بزاف البيسي الكلافي توسا، الكلافي كيما على بالكم ولا اللي ما على بالوش بزاف يخبي الجراثيم لو كلافي تاع البيسي هادوما. مي باردون على درت ايغور دو سيزي هادوك لي بوتس لايف تاعي نسمع بهم يعني سماعات سون فيل. نحب كي نجي صباح المكتب نحب نسمع شويه قران، ساعات نسمع بيني وبين نفسي، ساعات يعني كيما يكون شغاشي معايا ما يكونش اشخاص معايا في البيرو نسمع في البيسي تاعي. احنا كامل يعني مسلمين ونحب نسمع القران، مي يعني ما نوبليجيش يعني الانسان يكون معايا في البيرو انه يسمع واش راني نسمع. اذا انا نسمع قران بالك هو ما يكونش حاب يسمع في هذه الدقيقه، بون ماشي ما يحب يسمع قران، اكيد الانسان المسلم يحب يسمع قران مي ماشي بصفه عليه يسمع واش راني نسمع انايا. بالك هو اللي برونشي في خدمه هاي توصا، بالك كاين ناس اللي يكونوا يخدموا ما يحبوا يسمعوني قران موسيقى، يحبوا لو كالم وخلاص. المهم الانسان كي يكون يخدم ولا يكون يل بارطاج المكتب تاعو، راهو في المكتب تاعو مع انسان واحد اخر يتقاسم معاه المكتب، اي توجور يقرا حساب تاع الانسان اللي معاه. الاستغفار بزاف يقولوا لي الاستغفار مليح كي ديريه بيدك عندك اصابع تاعك ديري. انا علاش ندير هاد الالكترونيه هادي تاع الاستغفار يجابوها لي من الحج، باش هكذا برك نحسب شحال استغفرت في اليوم، باش تقدري تعرفي وتكتبي في ان روجيستر شحال استغفرتي اليوم شحال استغفرتي غدوه في لا سيمين، باش الانسان امو يعرف روحو وين راهو يعني لاحق. وساعات تغيضني عمري كي ما نستغفرش باسكو نقول كيفاش هذا صافي بتفكرتش كامل اليوم ربي سبحانه. نتفكروا مي مشاغل الحياه كبيره بزاف ولازم الانسان لازم يتذكر ولازم لازم يدير مجهود. الكليما تاع شهر ماي كيما راكم تشوفوا في الجزائر عاده شهر ماي هو شهر يعني صيف الشمس واشعه الشمس والحراره، لكن كيما راكم تشوفوا التغير المناخي ولات الشتاء تصب في فصل الصيف. نقولوا الحمد لله على كل حال. نتلاقى في فيديو اخر ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يكون عجبكم تكون عجبتكم لا فيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.